حياكم الله جميعا. في الفترة السابقة تلقيت العديد من الأسئلة بخصوص لقاحات الكورونا، وأشكر كل من سأل. في البدء أريد أن أضع المشاهد الكريم أمام حقيقة معينة. عادة الأدوية الجديدة تأخذ من التجارب إلى أن تصل إلى الأسواق 10 سنوات، بينما في لقاحات الكورونا نحن نتكلم عن أقل من سنة، أي 10% من الوقت المعتاد. طبعا اللقاحات هناك عدة أنواع، لكن الرئيسية منها نوعان، اللي هو اللقاحات غير النشطة واللقاحات النشطة. بالنسبة للقاحات غير النشطة، هو إحضار الفيروس ومن ثم إهلاكه أو قتله إذا جاز التعبير، لأن الفيروس كان غير حي، وحقنه في الجسم، فيقوم الجهاز المناعي بالاستجابة وإنتاج أجسام مضادة. بينما اللقاحات النشطة يقومون بإضعاف الفيروس وليس إهلاكه تماما. طبعا هناك عدة أنواع من اللقاحات، مثل لقاح كورونا الأوكسفورد. عندما نتكلم عن هذا اللقاح، هو عبارة عن فيروس برد ضعيف قاموا بتحويره جينيا حتى يتقمص شكل وأشواك كورونا، فعندما يحقن في الجسم يقوم الجسم بالاستجابة ومحاربته كأنه كورونا. هناك أيضا لقاح موديرينا، وهو استخدام تقنية جديدة اسمها mRNA. هذه التقنية هي فتح وتكنولوجيا عالية، ليس في اللقاحات ولكن في أمور الطب الأخرى. من أجل قبول أي لقاح هناك عاملين رئيسيين، العامل الأول هو الأمان والسلامة، والعامل الثاني هو الفعالية. طبعا عادة اللقاحات المقتولة أو الغير النشطة تكون أكثر أمانا لأن الفيروس مهلك، بينما اللقاحات النشطة تكون أكثر تكنولوجيا وأكثر تقدما، لكن الأمان يحتاج وقت. كعضو في لجنة تقييم واعتماد اللقاحات، مرت علينا عدة لقاحات، واستطيع القول من مراجعة آلاف الحالات أن الأثار الجانبية الكبرى لم تكن إلا نادرة، ونوجد أي أثر جانبي يتم إبلاغنا بشكل فوري من الشركات. أما عن الفعالية فقد تم إنتاج أعداد كبيرة من الأجسام المضادة. السؤال الذي يفرض نفسه حاليا، أي نوع من اللقاحات سيتم استخدامه في الفترة الحالية؟ هل سيتم استخدام اللقاحات غير النشطة ذات الفيروس المقتول، أم اللقاحات النشطة الأكثر تقدما؟ وبصفة شخصية هنا أستطيع القول في الوقت الحالي أفضل اللقاحات غير النشطة ذات الفيروس المقتول، لأنها آمن ولأنه تم إنتاج أجسام مضادة. لكن على المدى الطويل لا شك أن اللقاحات النشطة لها دور كبير بعد أن يتم التأكد من سلامتها على المدى الطويل. طبعا هذا رأي شخصي، ولكل دولة سيادتها وتفعل ما تراه مناسبا. هذا والله أعلم، وشكراً.